السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. وحشتوني جدا جدا من قبل العيد لحد دلوقتي. خلاص ذبحنا، قطعنا الذبيحه، طلعنا بطن الذبيحه، خلصنا من بطن الذبيحه. طيب نبتدي بقى اليومين دول ان شاء الله نبدا نعمل بطن الذبيحه بكل اللي فيها. هنبدا اول حاجه بالمعده اللي هي الكرشه. طبعا يا جماعه الكرشه ليها طرق كتير، يعني لكم النهارده كذا طريقه ليها وسهل قوي. انا عندي كرشه مغسوله وزي الفل اهي، عشان مفيش غير فردة جوانتي واحده اهي نضيفه. الكرشه بتبقى سودة من جوه بسبب العلف اللي بيتاكل، هو العلف اللي بيخلي الكرشه لونها اسود. انا عندي حله ميه احط فيها الكرشه من غير اي حاجه خالص اهي. هتاخد غلوه واحده بس، وبعد الغلوه هنرمي الميه ونحط ميه نضيفه ونبدا ان احنا نسلقها السلق الطبيعي العادي، سلق عادي. انا عندي هنا كرشه مسلوقه، الحته دي اسمها مشلاتيت، اللي هي جوا بعض كده، دي اسمها مشلاتيت او شلاتيت، قولوا بقى ام الشراشيب، ام الشخاليل، ام اللي انتوا تقولوه، هي ام وخلاص اللي هي دي. هي طبعا مسلوقه سلق كامل اهي. بنحط طبعا في الميه بتاعتها زي اللحمه بالظبط، نحط حبهان، ورق لورا. يعني دلوقتي انا محتاجه كرشه مسلوقه، انا هبتدي اقطع الكرشه دي دلوقتي كلها اهي، ونبدا ان احنا نعمل منها 3 وصفات حلوين النهارده. وصفه من المطبخ الجزائري او المغربي، وصفه بتاعتنا عاديه جدا، وصفتين من المطبخ المصري بقى عندنا احنا. يبقى عندنا دي ودي. طيب في الجزائر والمغرب بيقولوا عليها اللي هي الكرشه الدواره او التقليه عليها، بس طبعا بيقولوا عليها بالقاف التقليه. هم عندهم طبعا اللغه بتاعتهم تحس ان هو بيتكلموا بالفصحى اكتر مننا. المقادير عندي هتنزل دلوقتي على الشاشه قدامكم. عندي كرشه مسلوقه، طبعا انا هقسمها 3 اجزاء. هناخد حبه من دي مثلا اهو، وفي الكرشه دي بيحط معاها دايما الفشه، الفشه اللي هي الرئه بتاعه الذبيحه. انا كده خدت شويه هنا اهو، مش هنحط في المحمره شلاتيت خالص اهي. خدنا كده حبه حلوين اهو، ناخد حته من دي. طبعا يا جماعه الكرشه ليها اسامي، يعني دي الشلاتيت، الحته اللي في ده اسمها الطرف، وفي حته اسمها الغربال هوريها لكم دلوقتي، بتبقى مربعه كده زي الغربال. الغربال هما كانوا بيغربلوا فيه العيل وبيغربلوا فيه القمح والدقيق والحاجات دي كلها. انتوا عايزين تقطعوها كبيره صغيره زي ما تحبوا اهو. الغربال اللي هي بتبقى زي دي كده، اللي هي الحته اللي عامله زي دي كده اهي، دي الغربال اللي هي او بيت النحل زي ما بيقولوا، غربال او بيت نحل، شايفين شكلها هي دي. بصوا نضيفه وزي الفل. ازاي لو انت رحت عند حد دلوقتي عامل كرشه فيها حتت سودة او مش متنظفه كويس؟ يا جماعه السواد اللي في الكرشه ده من نوعيه العلف. طب في انواع بقى كرشه اليومين دول شفت صورها كتير قوي ناس منزلاها، مش عارفين ليه لونها مدي على بنك كده. اللون البنك ده يا جماعه بتبقى طفيليات جوه المعده، والافضل ان انتوا لما تجيبوا كرشه وتلاقوا بطنها لونها بنك كده ارموا الكرشه دي بحالها، دي بتبقى طفيليات جواها. اننا في مره كنا دابحين في البيت عندنا ولقينا البطن بتاعتها عامله كده، فانا سالت الجزار، سالت الراجل اللي جبتها من عنده، قال لي لا عادي ده من نوع العلف والكلام ده. الجزار قال لي لا، قال لي دي طفيليات بتبقى جوه المعده، تبقى اكله حاجه مش كويسه عشان كده بتعمل طفيليات. كده احنا قطعنا شويه هنا كده، ناخد حته كمان صغيره من الحرف ده اهو. المصامد بقى بتلاقيهم مقطع سالقين الكرشه دايما وحاطينها جنبيهم وبيقطعوا منها يحمروا منها. اعمل لكم برده الطبق المحمر بتاعهم ده بيبقى حلو برده، ونعمل لكم بقى لا ايه. كده حطينا الشويه دول اهو، هنحط بقى عليها ايه، بصلايه مفرومه ومعلقتين صلصه وكوبايه عصير طماطم، شويه بقدونس وفلفل اخضر متقطع. النوع ده من الكرشه ولا بنسبك له ولا بنعمل له اي حاجه، وكمان عصير ليمونه كبيره اهو، وشويه كركم وملح وفلفل وثوم اهو.
وزيتون اخضر مخلي بس مش مقطع. حلو. هنعمل ايه بقى؟ نديها شويه ميه صغيره. صدق المثل اللي قال قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. الزيتون كله من غير بذره، الزيتون اللي خدتها في بقي فيها نص بذره كانت هتكسر سناني. ياه قليل البخت ده يا ولاد. ونغطيها ونسيبها تستوي براحتها. طبعا الكرشه اصلا مستويه هتبقى تقعد تتسبك كده مع نفسها شويه على ما نعمل النوع الثاني. دي هنا كده ودي هنا كده. طبعا هنعمل النوع التاني اللي هو ايه؟ الكرشه بتاعتنا العاديه خالص. حله بقى عاديه على ما الطماطم تتسبك اكون قطعت بقيه الكرشه كلها. انتوا بقى جهزوا بقى ذبيحه العيد بتاعتكم، جهزوا بقى الاغراض والاشياء اللي عندكم وكل حاجه عندكم علشان خاطر الايام اللي جايه ان شاء الله هنعمل كل حاجه بقى تخص العيد، كل حاجه. ولو عايزين وصفه معينه او حاجه معينه ابعتولي ونعملها ان شاء الله اليومين الجايين دول. الحله عندي هنا. كرشه المصر العاديه بتتعمل بتوم من غير بصل. شويه زيت يا حاجه علشان صدفة تتغدى اهو، شوية زيت يا حاجة كده، ونحط لها فص توم برضو. التوم ده مش قلت ما تجيبوش من التوم ده؟ التوم ده بيطرطش في وشي. انتوا شكلكوا عايزين تلسعوني في وشي، والله عايزين تلسعوني في وشي. الناس اللي سمعنا دلوقتي عايزين وصفات معينة، عايزين اي حاجة تخص العيد، احنا معاكم الاسبوع ده كله بإذن الله. اهو احنا بنقطع كده، انا هقطعها كلها عشان ناخد حبه للمحمره وحبه للكرشه التانيه. نجيب معلقه نقلب. انا قلت لكم التوم ده بيطرقع على وشي، انتوا مش مصدقيني، كمني غلبانه ما بتكلمش. ينفع كده؟ بصلايه مفرومه نحطها ونجري، حطوها واطلعوا اجروا على طول عشان ما تطلعش في وشكم. كده بص توم مع قلت لكم بصلايه وهي اصلا فلفل. ياه قلت لكم التوم ده بلاش منه بيلسعني والله. ريحه التوم بدات تظهر معانا. نحط الاول معلقتين صلصه. واحنا بنحط معلقتين الصلصه دول، انا عندي حمص طبيخ منقوع. حمص الطبيخ يا جماعه في فرق بين حمص الطبيخ وحمص الشام. ده حمص الطبيخ اهو. الناس اللي متابعانا دلوقتي احنا عملنا حلقه كان فيها حمص الطبيخ ده، عايز اعرف هيجينا بقى حد يتصل يقول لنا حمص الطبيخ ده عملناه في حلقتين، انهي حلقتين بالظبط استخدمنا فيهم حمص الطبيخ ده؟ نشوف بقى مين متابع جيد وبيتفرج علينا ويقول لنا حمص الطبيخ ده كان فين بالظبط. ده منقوع كويس نحطه هنا. يا صدفة أنا ما عنديش حمص طبيخ وما بحبهوش، ممكن تحط حمص الشام أو ما بتحبش حمص الشام استغنى عن الخطوة دي، بس بجد بيبقى حلو جدا. نديها شوية مية. أهو. ونحط لهم كمان هنا شوية صلصة. ونغطيها. الغطا بتاعها فين يا ولاد؟ اه الغطا اهو. ونسيبها تتسبك كويس قوي. نيجي بقى نبص هنا بصه. بصوا اللي احنا بنسلقها اهي. في المرحله دي بقى نغير الميه بتاعتنا، نحط ميه نظيفه عشان بجد نحط بقى الورق اللورا والحبان والحاجه بتاعتها كلها. اهي نغير بقى الميه بتاعتها ونطلع فصل صغير نغيرها في الفصل ونرجع لكم بعد الفصل. Thank you.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. وخلال الفاصل بقى غلوا المية بتاعت الكرشة، وهنا قطعنا الكرشة كلها كده تمام. نقلع الجوانتي بقى، خلاص خلصنا المهمة بنجاح. نبص بقى ايه، بصة هنا وهنا. بسم الله. عايزة اقول لكم الكرشة دي رائعة، انتوا هتجربوها، اللي فيها الزيتون دي رائعة، هتعجبكم جدا جدا يعني. بس دي الصلصة بتاعتها قليلة، هي بتكون الصلصة بتاعتها قليلة كده، بس ما حدش يقول الصلصة قليلة، ايه بتبقى كده. تغلي بس غلوتين كمان وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. نيجي بقى هنا، ليه انا حطيت الحمص ده؟ عشان خاطر الحمص كان ناشف شويه، عايز يستوي، لان في كل الاحوال الكرشه عندي مستويه. هنا بقى ايه، هبهر شويه بهارات حلوين كده، ما نكترش، وملح وفلفل. بس كفايه كده، عايزين نصطاد وحدة حمص نشوفها استوت ولا لا. بسم الله. لا الحمص لسه ني، خلاص دخل في السوى 5 دقايق بالظبط وهنلاقي الحمص استوى معانا. زود بس شوية ملح. يبقى كده تمام، كويس اوي. هنا بقى حطينا ورق لورا وحبهان الناحيه الثانيه اهو، فلفل اسود، شويه بهارات. تقعد بقى من ساعه لساعه ونص حسب حجم الكرشه، ما الكرشه الضاني غير الكرشه الكندوز غير البتلو، كل كرشه وليها وقت بتستوي فيه. هنغطيها ونسيبها تستوي براحتها. كده احنا عملنا ايه بقى؟ نراجع سريعا عملنا ايه. احنا جبنا الكرشه حطيناها في ميه سخنه، خدت غلوه بسيطه، وبعد كده شلنا الميه منها وحطينا ميه نظيفه. سلقناها، بتاخد وقت تسويه حسب حجم الكرشه. في كرشه بتقعد ساعتين تتعب على البوتاجاز، تبقى بتاع جاموسه مثلا كبيره، غير كرشه البقر تاخد وقت قليل. بعد كده قطعناها جهزناها زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت لكم السواد اللي في الكرشه ده بيكون من العلف. في انواع تلاقي الكرشه سودا سودا قوي، ده برده من انواع العلف. في تلاقي لونها مدي على بني شويه او على رمادي شويه، ده برضو نوع من انواع العلف، واللي تلاقوا فيها حاجات حمراء كده دي طفيليات. ارموا الكرشه دي، بلاش تاكلوها يعني، بلاش، مش هيحصل لكم حاجه، مش هتموتوا، لا هتبقوا عايشين كل حاجه، بس بلاش منها يعني فيما بعد بقى. فاكرين لما قعدوا فتره كده جنون البقر وانفلونزا، فخدوا بالكم من الحاجات دي. هنا بقى عملنا الكرشه الدوارة ازاي؟ حطينا الكرشه مقطعينها، عليها بصل شرايح وفلفل اخضر وبقدونس وعصير ليمون وزيتون اخضر، وحطينا كركم وملح وفلفل وسبناه وتوم، وسبناها ومعلقتين صلصه طماطم كبار وكوبايه عصير طماطم، وغطيناها وسبناها بقى مع نفسها. ما حمرناش البصل، ما سبكناش، هي بتبقى كلها مع نفسها. بره بيحطوا عليها، في الجزائر والمغرب بيحطوا عليها قطع فشه، طبعا ده اختياري، هم على حسب كل واحد ما بيحب. انا ما رضيتش احط عليها فشه لسبب، عشان بكره ان شاء الله هنعمل الطحال وهنعمل الفشه، فعايزه يبقى وصفات مختلفه. يبقى دي الكرشه بس لوحدها، عشان خاطر ما حدش يفتكر ان الكرشه لازم معاها فشه. لا مش لازم، ده اختياري، ممكن تعمل دي لوحدها ودي لوحدها زي ما احنا هنعمل بكره ان شاء الله. الله عليا، ريحتها حلوه يا ولاد. قلنا كده الحلل اهو. نجهز بقى ايه الوصفه الاخيره بتاعت الكرشه اللي انا حمرها. نجيب بقى ايه طاسه كبيره كده حلوه، اللي هتتسلق بقى دي ننزلها كده على جنب، مش محتاجينها دلوقتي اصلا. طاسة طبعا الكرشة الافضل الافضل لو هتاكلوها في ساعتها تتحمر بسمنة، انتوا هتسيبوها شوية حمروها زيت، حطوا لها زيت بس كده، كده احنا في جو حر اصلا، زيت او سمنة مش هتفرق خالص.
نلم بس كده. السمنة عندنا اهي، وهتاخد ملح وفلفل بس وشوية ثوم وبصل وفلفل اخضر. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا قسمت الكرشه نصين، نص هيتحمر ونص تاني هيتحط في الصلصه اللي فيها الحمص. الطاسه سخنت معايا اهي، حته سمنه كده كبيره، متستخسروش كده في نفسكم، برلوا نفسكم، انتوا خارجين من العيد، تنضيفات العيد بقى والكركبه والحاجات دي كلها. حتة سمنة كده كبيرة اهو، السمنة ساحت معانا اهي. هنحط ايه دلوقتي؟ ناخد الكرشة هيلا بيلا كده اهو عليها، بسم الله. ايوه كده كده حلو قوي. مش كل شويه نقلب فيها علشان ما تتهريش لان هي مسلوقه كويس، واحنا بنقلبها كده نديها رشه فلفل بس، بلاش ملح دلوقتي، بسم الله. ها رشه حلوه كده، عايزين بقى الكرشه تتحمر تحميره حلوه، تاخد لون كده مصفر بسيط، كتر تحمير الكرشه هيخليها تنشف معاك وتبقى شبه الاساتك. لا ازاي تبقى كده، يبقى طريه وفي نفس الوقت متحمره. حلو قوي كده. عينينا برضو الناحيه الثانيه هنا. خلاص الحمص عندنا اهو بدأ، تيجي تشوفيها تلاقيه استوى حمص زي الحمص العادي، بس كده استوى خلاص كفايه. تغلي معانا الصلصه اهي كويس قوي، ننزل بالكرشه، بسم الله. حلو قوي كده، نسيبهم بقى مع بعض كده لحد ما يستوى، في نفس الوقت نقلب الكرشه دي، واحنا بنقلبها بقى نطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل يما. وبنحمر الكرشه، نحط البصله بسرعه عشان كفايه طرطشه بقى، انتوا حالفين تجيبوني من العيد اخرج بعلامه، انا عارفه مش هنولها لكم. بصوا بقى البصل ينزل معاها كده اهو، نفصصه كده من بعده. البصل ما بياخدش يبقى يدبل معاها كده وياخده من طعم بعض. الفلفل الاخضر كمان اهو، ممكن يا سعادة البيت جيبوا لنا شوية بقدونس، ولو في قرن فلفل أحمر كمان يبقى كتر خيرك. قرن فلفل أحمر نكسر اللون بس، اللون سامع حد جنبك بيتكلم على فكرة، سامعاه الله يسلمك. شوية توم وأنت طيب لسه فاكر، توم حتة توم، وعايزة فلفل أحمر. شكيني يا ياسمين اتفضلي، سلمينا على أمك. أدي كده ملح، ونحط فلفل. ايوه كده، يا سلام يا اولاد، قرني فلفل احمر بقى نكسر اللون يا سعاده الباشا. لو ما فيهاش مضايقه يعني، لو فيها مضايقه هات برده عادي يعني. خمس دقايق بالظبط ونشيلها، والكرشه بتاعتنا استوت خلاص، نغرفها. فين الطباق؟ ياه انتوا حاطين الطباق بعيد قوي يا اولاد. انا عارفه انكم عايزين تطلعوني بعلامه النهارده، باين باين اللي انتوا بتعملوه معايا.
نشيل بقى الحله كده بحالها كده. بسم الله. بصوا الجمال بقى. ياه بصوا بقى بتغلي ازاي. بصوا جمالها، ريحتها باين انها عايزه ندعه ملح صغننه. بس كفايه كده. دي بقى هتجربوها بقى كده، مش تعملوا غير دي. دي بصراحه بالنسبه لي احلى من الطريقه المصريه بتاعتنا بصراحه، حلوه قوي قوي قوي. بقى الجمال. يا عبد الصمد فكرتني بالكرشه. انا ما حدش ياكل الكرشه دي غير امنيه. اهو كده كفايه قوي. كام زيتونه كده بس كده. جميله جميله جميله. دي الطريقه دي هتجربوها وباذن الله هتعجبكم، انا واثقه. امسح بقى شكل الطبق. بسم الله. بس بصوا بقى جمال الطبق اهو. اتملى منه يا استاذ، اتملى منه. واحنا بنحمض دي برضو اهو. ما عندكوش حبة فلفل أحمر؟ نكسر اللون بس يا بيه. ماشي يا كريم. نبص بقى هنا على الكرشة دي كمان. دي بالظبط قدامها 5 دقايق بس تتأثر شوية ونغرفها على طول. كان بودي أعمل لكم حبة رز بشعرية بس هما ما حطوليش، استخسروه فيا. حلو قوي. طبعا العيش جايبه لكم عيش. بصوا والله بشتركم من الفرن تحت بيتنا وانا جايه اهو، جايبه لكم ب 10 جنيه عيش اهو عشان تاكلوا بيه. دي كده تمام. بس عايزين نكسر اللون مش اكتر. وانا حطينا ملح ولا ما حطيناش؟ تقريبا ما حطيناش او حطينا. انا هحط لو حد برضه كلوها عادي يعني. في حد هناك بيقول لي حطينا، وفي حد يقول لي ما حطيناش. حطينا ما حطيناش. ادوق. صدق كانت تايهه عني دي. مش فاهم انا دي. مندوق. يا سلام. انا مستني النقطه دي، مستعبط. انا مستني اللحظه دي. بسم الله. رائعة رائعة. فيش فلفل احمر. طب طماطماية طب اقطعها جنبي نكسر اللون. ادي شوية بقدونس تحتها كده ولا حاجة. تنزل بقى تترنح من الطبق فوق البقدونس. ياه ياه. بسم الله. بصوا الجمال. الله عليا، الله عليك يا فنان. حطوا بقى أي حاجة حمرا كسروا اللون بقى وخلاص. كده خلصنا. ناقص بقى ايه؟ الكرشه الاخيره. كده خلصنا الكرشه الدوره وعملناها، عملنا الكرشه المحمره. نيجي بقى عند الكرشه بالحمص اهي. 5 دقايق نسيبها تغلي وبعد كده ايه؟ خلاص كده استوت معانا. هي استوت وكل حاجه، تغلي بس تتأثر وبعد كده نغرفها في طبق. فاصل بقى صغير ونرجع لكم بعد الفاصل عشان نغرفها.
لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا احنا عملنا ايه؟ ثلاث انواع للكرشه بقى، والنوع الاخير اهو غرفته في الطبق وكده خلصنا. طبعا انتوا بتخرجوا من العيد او من رمضان تخنانين ومقلوظين ومقلبظين وحالتنا ما يعلم بها الا ربنا. اشربي شاي اخضر، طب الشاي الاخضر هيفصل ايه عن ايه؟ انا اشربي مش عارفه ايه ده، طب هيفصل ايه عن ايه؟ احنا بقى في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، اللي احنا فيها دي واللي لسه هنبقى فيها بكره وبعده وكل يوم وامبارح وكل يوم، فاحنا عايزين بقى حاجه ناكل ما نتحرمش وفي نفس الوقت نحرق. عارفين انتوا الحرق اللي هو واقف عندكم ده؟ عايزين كده ننشطه كده، نقومه كده، نقوم اصحى كفايه عليك نايم بقالك 50 سنه، اصحى بقى كفايه كده. طيب دلوقتي معانا جميلة الجميلات، معانا القمر اللي هتقول لنا نعمل ايه وهناكل ولا مش هناكل. صباح الفل. صباح الجمال يا شيف صدفي. عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ طب قولي لنا بقى ايه رايك؟ طبعا انا شايفه البهارات كالعاده. هناكل يعني؟ انا من الناس الفانز بتوعك دايما بقعد اتفرج. انت بتعملي ايه النهارده؟ دكتوره صافي هتظبطكم النهارده. قولي لنا بقى. انا مش هتكلم. ما انا عايزه النهارده اقول لك ان انت عامله حاجات كل الناس بتبص عليها وتقلدك. كله. الناس بتخاف تاكل الحاجات، تقول لك ايه؟ اصل فيها دهون. اصل احنا ناكل لحمه من غير مش عارف ايه. الناس ما يعني الناس ما عندهاش فكره ان اللحمه الحمراء اصلا مضره، بتجيب نقرس ومش عارف ايه. لازم حته لحمه كده تبقى ملبسه، الواحد كده ياكل يحس كده بانشكاح كده ان هو ريح كده. فالتريح بقى ده والملبسه حته الدهن بقى اللي جواها دي هي بتبسطك، بس بعد كده بتلبسك في الحيط في حته تانية. أيوة. لا احنا عايزين بقى ناكلها ونبسط وفي نفس الوقت ما نزعلش. انت كده دعكت الفانوس من الاخر. طلبتي طلب والطلب اتحقق. قولي لنا بقى النهارده انا جايبه الكورس اللي الشيف وصفت بالظبط اللي هي عايزه تعمله. اكل لحمه وما يهمنيش الدهون اللي عليها قد ايه. مش لحمه بس، كله. بس عايزه اكل لحمه وصدق حمام وفول وكله. تمام. كله. وبعدين كله، وبعدين انزل واحرق واشغل كل انواع الحرق اللي عندي في جسمي. الحرق بيبقى واقف بقالنا فتره. تمام. تلاقيهم بيخسوا بياكلوا منعين نفسهم من الاكل ومحرومين وفي نفس الوقت ما بيخسوش. بالظبط كده. احنا عايزين نشغل بقى الحرق. النهارده انا جايبه لك بديل تكميم المعده زائد تعليه حرق. بيعمل ايه بقى؟ الكورس ده مسمينه كورس الانقاذ. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين. هرجع لك معدتك زي كانها بيبي صغير. تصغر. خالص. وهعمل فاير بقى في الحرق على اخره. هخلي اي اكل داخل كانه ما دخلش اساسا، الحرق كله اشتغل. عندنا كميات حوارق موجوده في الكبسوله وكميه يعني اشعال ذاتي. هتاكلي وهتكوني حاسه بانك شبعانه خالص ومش هيهم النوع ولا الكميه اللي هتاكليها. النهارده احنا عارفين ان الثلاجات مليانه لحم. وكلنا بنحب الحاجات الحلويات. مش كل حاجه جنب اللحمه، حاجات أيوة كتيره جنبها. ايوه بس اصل العيد كل سنه وانت طيبه. الكرشه، الحاجات اللي انت عاملاها اللي كل البيوت دلوقتي لسه ما خلصتش، العيد مال الدنيا. خلاص انت هتعملي ايه؟ اللحمه ودهونها خطر جدا، لو ملهاش مخرج ومصرف بتعمل امراض زي ما انت قلتي. النقرس ده صعب قوي. وتشوكه عظميه وبتعمل سكتات دماغيه وحاجات مخيفه قوي. لازم اتخلص من السعرات والدهون الجامده قوي في جسمي دي، اعمل ايه؟ اخد الكورس، كورس الانقاذ. هيخسسنا قد ايه ده؟ 30 كيلو يا شيف صدفه. ده في قد ايه؟ في شهرين. طب يعني انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه قبل ما نتكلم في اي حاجه ونقول بيعمل ايه. المنتج ده اول حاجه كلها اعشاب طبيعيه ومرخص، وانا اتمنى صوره الترخيص تنزل دلوقتي على الشاشه. اهو الترخيص قدامكم على الشاشه. ده اعشاب طبيعيه. انت لما بتكوني لسه في بيبي صغير بيعيط بيديله ايه؟ اعشاب. اهو كراويه. أيوة. ينسون يعني حتى الوالده بيديها حلبه. كل دي مش اعشاب، حاجات مزروعه. مظبوط. هم بقى لموا كل الاعشاب. يعني مثلا عندك ايه؟ السلاميكا يقول لك عشان خاطر الناس اللي عندها امساك. أيوة. الحلبه عشان كذا. في اعشاب كتير يا جماعه بتساعد على الحرق. زمان كان في الطب البديل. بالظبط. هم بقى لموا الاعشاب كلها اللي بتخسس دي وحطيناها في كبسوله. في كبسوله صغننه كده. جارسينيا والوفيرا، يعني صبار وجرين كوفي وجرين تي. عندنا كميه اعشاب. الشاي الاخضر اللي مدوخ الناس ده. ايوه. والقهوه الخضراء يا شيف غالي. النهارده حاطين كميه قهوه خضراء حوارق ل 1200 مللي جرام، يعني كميه متضاعفه اكتر من اي كبسوله موجوده في السوق. حاطين كروميوم، حاطين حاجات كبيره قوي. السيليوم، سيليوم هاسك. كل البنات دلوقتي عاملين ترند ازاي اخسس واغير حجم معدتي بالسيليوم، اللي هو العشبه اللي بتعمل زي بالونه وتحس بالامتلاء وتمص الدهون وتستخرجها من جسم. النهارده كل ده في كبسوله واحده. ما هو جاي جيلاتين كده بتنفش في المعده. ايوه. تعمل حيز. وتعمل ايه تاني؟
وتمص الدهون. بالظبط. انت كلتي برضو. هي الكبسوله دي بتخش، بص يا جماعه بالبلدي، انا هي دكتوره بتعرفش اللي انا بتعرفش انا هقول، انا هقوله بقى ده كده بالبلدي كده كنا قاعدين على المصطبه. بص انتوا معدتكم قد كده، فانتوا بتاكلوا على قد ما تملوا المعده عشان يحسوا بالشبع. بالظبط. دكتوره بقى جاب لكم كبسوله مدى المعده قد كده، تحطوها هتنفش في المعده، تاخد حيز من المعده قد كده، هيبقى جزء اللي هو 30%، هتاكلي على قده. انت بتاكلي ما بتحسيش بالشبع غير لما بطنك تتملي. بالظبط كده. فاحنا بنملاها لك جزء اعشاب وحاجات جيلاتينيه. ايوه. غير كده الميزه بتاعته حرق السكر زياده، يعني مريض السكر النوع الثاني اللي عنده استعداد يكون عنده بنسميه بري دايابيتك، اللي هو داخل على السكر، يقول لك ده انا عندي في البيت كذا حد عنده سكر، الحقوني قبل ما اخش فيها، بس انا بحب المسكرات بالليل، شره السكر بالليل، في مصايب كتير قوي كتير. كل ده تخيلي مش سكر بس يا جماعه، انتوا تحسوا كده ان البطن دي واخده ميعاد على بالليل. ايوه. عشان كده حطوا في الثلاجه لمبه. ايوه عشان فوق. تحس ان في مشكله مع البطن دي، خصوصا بعد الساعه 12 بالليل، ده تحس ان انت الواحد بيقوم جعان كده. انا عايزه اقول بابا قايمه مثلا بالله، اخش الحمام اعمل حاجه، انا داخله على المطبخ. طب انا جعانه ولا عطشانه؟ هاكل بس. طب قول لنا بقى، الكرسي بقى ده بيخسس 30 كيلو في قد ايه؟ 30 كيلو لمده 60 يوم، يعني شهرين. شهرين. الشهر الاولاني 15 يوم 15 كيلو، وعلى فكره الشهر الاولاني ده هو شهر التكميم، الشهر الثاني ده معالجه مشاكل الحرق كلها. ممكن اطلبه تثبيت لو انا اكتفيت ب 15، ممكن اطلبه مضاعفه للحرق. في حاجة يعني بياخدوا التثبيت؟ طبعا. عندنا كسر ثبات الوزن، عندنا يعني ايه كسر ثبات الوزن؟ يعني البنات اللي خست 10 كيلو وفضلت فتره طويله قوي قوي ثابته في الوزن، لا عندنا المره دي هناخد كسر ثبات الوزن، هنخسس لمده شهرين وهنعمل تعليق الحرق. وغير كده كمان الناس اللي عندها مقاومه انسولين، والناس اللي عندها كمان هرمون الغده الدرقيه مضطرب، النهارده كل مشاكل الحرق اتحلت. والحمد لله المنتج مرخص من وزاره الصحه، امن 100%، كميه كروميوم عاليه جدا، كبسولات واعشاب ونقط، وده الطبيعي اللي احنا بنقدمه، وكمان معاهم الهديه، كبسولات واعشاب ونقط، والحاجه العرض القوي جدا اللي هنتكلم عليه 4 حقن حرق. يعني النهارده انا جايبه لك كبسولات واعشاب ونقط، ده العادي اللي هننزل بيه 15 كيلو، و15 كيلو كمان كبسولات واعشاب ونقط، ومعاهم 4 حقن حرق. اقوى حاجه نازله للحرق وحل مشاكل ثبات الوزن وتعليه ومقاومه الانسولين وحل المشاكل دي كلها موجوده في الاربع حقن دول. طب نشوف ريهام عايزه تكلمك. يا ريهام. اهلا، ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبالف خير يا رب. والقناه كلها طيبه. وانت طيبه. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا يا معاكي، اتفضلي. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. والله يا دكتوره انا نفسي اخس، انا وزني عالي قوي وطبعا باكل كتير والشهية عندي مفتوحة، مش عارفة أعمل إيه. طب قولي لي دلوقتي أنت الوزن كام؟ أنا وزني 105. والطول؟ وطولي 175. عملنا تحاليل قبل كده؟ يعني عملت تحليل الغدة، تحليل مقاومة أنسولين، في حاجة زي كده؟ لا أنا الحمد لله ما عنديش حاجة، بس عندي الشهية على طول مفتوحة وعندي بطن كبيرة. خلاص، يبقى النهاردة هنجرب الكورس الإنقاذ السريع بتاع النهاردة، لأن عليه كمان هدايا كبيرة قوي وقوي جدا في الخصومات اللي نازلة عليه. النهاردة منزلين خصم كبير قوي قوي، وحظك حلو إن أنت نازلة معانا النهاردة وكلمتينا، خصم على الشهرين اكسكلوسيف كمان، عشان أول مرة أنزل مع الشيف صدفة. فالنهارده هيبقى في مفاجآت، نتكلم بسرعه على التليفون وتكلمي انت وسيبي او سيبي نمرتك في معاهم في الكول، في الكنترول. في الكنترول، وانا هتواصل معاكي واتابع الحاله بنفسي. طب قولي لي بقى، الثلاث شهور ده شهرين؟ كرسي الشهرين لسه هعمل لك ثلاث شهور مفاجاه مش دلوقتي. طيب. الشهرين ده من وزن قد ايه مثلا لوزن قد ايه؟ لا احنا عندنا 90% من مشاكل السمنه بنحلها، ما تحدديليش وزن ايه من قد ايه. لا، اللي عنده عايز 10 كيلو هينزل، اللي عايز 170 كيلو انا ما بخصصش غير الاوزان الكبيره، كبيره جدا. افرض مثلا واحده عندها فرح، عندها مناسبه، عايز تخس مثلا 10 كيلو 12 كيلو، تاخد كورس وعليه كورس تثبيت. لازم تشرحي الحاله الصحيه للفريق الطبي اللي هيكلمك، لازم تقولي له انا عايزه كام كيلو، او هو هيتكلم معاكي ويحدد لك الوزن المثالي بتاعك، وانت لا ده انا المنطقه الفلانيه زي ما وصفت لي بالظبط، المنطقه الفلانيه بطني بقى تعباني، انا عندي كله بيتنسف، كله بيخلص في خلال شهر،
اي مشكله قديمه، بطن، ارداف، تنيات الظهر اللي مزعجه دي، الارداف، الرجل، كل المشاكل اللي انت ممكن تتخيليها مقرقاكي فاكره ان هي ملهاش حل، لا صدقيني احنا معانا ابطال كتير قوي عدوا بالمراحل دي وخسوا وكسبنا الحمد لله معاهم وقت وصحه الحمد لله. يعني دلوقتي في ناس كتيره جدا لما بتخس شعرها بيقع، ضوافرها بتتقطم، وشها بقى شاحب، وتحت عينها اسود. تعرفي عننا الكلام ده؟ لا انا عارفه. انا عايزه اطمن الناس تمام، شايفاها دلوقتي هتخس من غير اي قلق خالص تمام، شعرهم مش هيقع الحمد لله، مفيش حالات سودة الحمد لله، ضوافركم مش هتتقطم، القضى مفيش تمام، سواد تحت العين مش هتلاقوا، لسبب لان الكورس ده كل اللي فيه اعشاب وفيتامينات شفتوا خدت الكلمه اللي على بالي. ايوه. في فيتامين بي 6 اللي بيخليك ريلاكسد كده ومبسوط. اوحش حاجه في الدايت انك بتبعد عن حاجه بتحبها، لازم اشيل الازعاج ده جواك ان انت انا بحب الاكل اللي ماما عاملاها دي، فانا مش حتى لو اللي ماما واللي بره واللي جوه احنا بنحب الاكل عموما. ايوه كله. حتى لو انا مش حتى لو مش مش لا الاكل ده انا هاكل فيها، يعني واحده تقول لي كده في العياده انا ما بحبش مثلا انا شبعانه بس ماما عامله رقاق النهارده مش هينفع لازم اكل. ايوه مثلا، فدي انا لازم اخلي في فصلان بقى بينك وبين الاحساس ده، انك تيجي تاكلي ها اطمط تانيه خلاص مش قادره بلعت يعني مش قادره، فده بيقوم بيه الكبسوله، يبقى اكلت لنفسها في من نفسها وضاقت قطمتين وضاقت وضاقت وخلاص وحسب بشبعت خلاص مالت بطنها ودنها تمام معاها كده بالظبط كده. يا جماعه اكتر من كده يا جماعه عندنا كبسولتين لازم نفكر الناس بيهم قوي، الاولانيه زي ما انت قلتي الحرق ونشغل الحرق اللي واقف بقاله كتير، تاني واحده التكميم يا جماعه، اصل التكميم ده اساس التثبيت ان انا بعد كده انت مش هتلاقي معده، معده البيبي انا رجعتك تاني طفله، رجعتك تاني زي ما ربنا خلقك قبل ما تمديها وتمطيها وتوسعيها بالاكل الكتير. ما احنا كل ما بناكل بطننا بتكبر، كل ما بناكل الكرش ده بتتعود على مساحات كبيره من الاكل، فتلاقي بقى في دهون عنيده في اماكن مختلفه كده. أيوه. زي الدراعات، الفخذ، الارداف، الظهر. أيوه. البطن لا مؤاخذه كل يعني. ده في الاربع حقن هدايا النهارده. انت قلتي في ابطال معاكي. ايوه طبعا. زين يا جماعه نشوف لو سمحت في صور ابطال قبل وبعد كده، يعني حمسوني انا. طيب حمسوني. بصي ايه رايك، بصي بقى القعده هنا والوقفه هنا. طب اقول لك دي بتشتغل ايه؟ دي بتشتغل خياطه ما شاء الله. عايزه اقول لك بيطلع من تحت ايديها مانيكانات بنات زي القمر، وكانت بتبقى بتعيط بتتحسر يا عيني. ان هي بتعمل، بصي هنا كانت قاعده عامله ازاي، بصي بقت واقفه ما شاء الله عليها، ان هي بتعمل فساتين حلوه مش عارفه تلبسها. بصي بقى لما لبست الفستان في الوزن الجديد من 135 ل 85 كيلو، حلو ده كتير، من فوق ال 90 حتى كتير. وبعدين ايه كلهم ورا بعض يعني 3 شهور وفعلا وصلت للهدف ده. حلو قوي 3 شهور. 3 شهور وواحده ما بتتحركش، مش طالبه منك اي حركه، كان عندها اولاد ورعايه في البيت يعني طول النهار بتشتغل، يعني ما هبطتش ما دخلتش ما حرمتش نفسها من الاكل، يعني واحده ست عايشه حياتها ما سحبناهاش من بيتها وغيرنا لها اللايف ستايل بتاع حياتها. كمان عايزه اقول لك ان هي مستواها المادي عادي جدا متوسط زي كلنا ما احنا عايشين، يعني انا ما ارهقتكيش ماديا، انا عامله حاجه افوردبل، عامله حاجه اقتصاديه، عامله حاجه في متناول ايدك، مش مخلياكي تمشي وتسيبي عيالك وتعملي عمليات كبيره، ولا مخلياكي تحرمي من فيتامينات او من اكل معين، انا عامله كل ده من 135 ل 85 كيلو. ده حلو ما شاء الله كتير. وعندي يا شيف صدفه مفاجآت كتير، الكورس هتتصل هتلاقي خصومات غير ما تتخيل قد ايه خصومات، غير ما هتتخيل انا هغير في شكلك قد ايه في خلال شهرين. انا بتحدى اي حد فوق ال 110 120، الناس اللي فاكره نفسها مش بتخس زي ما الشيف بتوصف، بيكلمونا يقول لنا حته اللحمه ملبسه تبقى بيضه من كتر ما عليها سمين ودهنه وبياكلوها حتى لو احنا عملنا لهم 100,000 دايت. هم دول اللي انا بترجتهم، لان انا النهارده معليه الحوارق على الاخر، مخليه اللي قدامي دوت ينزل بوزنه من 170 ل 100، يعني حاجه قويه قويه قويه. اربع حقن حرق دي الهديه، ومعاها كورسين كبار، كل كورس كبسولات واعشاب ونقط، عليها كبسولات واعشاب ونقط، يعني 30 كيلو حط رجل على رجل وما يهمكش، وكل اللي انت عايزه. طب نشوف صوره كمان لحد خس معانا قبل وبعد برضو، انتوا ذات نفسكم هتلاقوا في الصور الفرق. بصوا هنا شاب ورياضي خايف على جسمه، بس غصب عنه يعني بيجي لنا كده فجاه نكسل نقعد نذاكر ناكل جامد، جاله ايه بقى؟ بطن او كرش وكات. دي دايما مهما عمل دايت بيبقى فيه الحته دي يا شيف. ايه اللي حصل؟ خدنا الكورس لمده شهر، الترانسفورميشن دي حصلت من يعني شهر. الكرش ده نزل في شهر؟ شهر. بصوا يا جماعه كرشه حتى في الصوره الكرس هنا ودراعاته هتلاقوا فرق، تحسوا ان كده كرشه دخل في ظهره
ايوه في بقى ايوه. بصوا هي اللعبه باينه في الصوره اللي على الشمال دي، تحس ان هو عريض وملظلظه كده. أيوة. فتلاقي ما شاء الله، بصي بعد كده تحس هو بقى شاب وسيم. ايوه هو وسيم اصلا. الله. خس من 110 ل 95. حلو. هو طويل ومسح بطنه تمام، وفعلا زي ما انت قلتي كرشه بقى في ظهره في شهر واحد. يعني اي واحد شايف نفسه عنده استعداد ان العضلات بتاعته ريحت، كان بيلعب جيم وريح وجسمه بقى فيه فات شديد، فيه دهون، العضله اللي كانت متشكله ريحت، خلت بقى شكل مش حلو، خلت بقى شكل فاتي كده، مش بيعرق جامد، متضايق من الحر، الدنيا فيها مشاكل في التخسيس. النهارده الكورس بتاعنا هو شهر واحد، بينزل من 130 ل 95. لو زي عمر كده ما نزل في شهرين، النهارده الكبسولات بتاعتنا هي المميزه، تكميم المعده، المعده تنزل تاني لحجمك وانت صغير، مع تعليه الحوارق، مع كمان اربع حقن الحرق. كبسولات واعشاب ونقط وعليهم خصم كبير، ومش هقول الخصم على القناه، انا هسيبها موجوده على التليفونات، علشان انا عامله مفاجاه كبيره جدا 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 النهارده. كبسولات واعشاب ونقط دول مهمين للتخسيس والتكميم، ومفيش رجوع للوزن اللي هينزل، وغير كده كلها مرخصه وزاره الصحه. طب يا جماعه قدامكم الارقام على الشاشه، لو في صفحه فيسبوك كمان تنزل لنا، ان يبقى في الصفحه وفي الارقام، عشان خاطر الارقام هي يا جماعه خدوا ارقام سكرين، عشان خاطر تصلوا بالارقام اللي على الشاشه، مفيش ارقام تانية غير الارقام دي، عشان ما تجيبوش منتج تاني يضر لكم او ياذيكم. تتصلوا تقولوا الحاله الصحيه، في دكتور بيتابع معاكم كل يوم او كل زي ما تحبوا، كل ما تبعتوا بيتابع معاكم. بتاخدي بقى الكورس حسب حالتك، مش حسب حالتك في كورس واحد بس، لو تنزلي وزن معين كورس شهر، كورس شهرين، كورس ثلاثة، كل كورس يا جماعة حسب الحالة الصحية أو الجسم عايز يخس قد إيه. دي حاجات حلوة جدا ومهمة قوي، والأحسن من ده كله إن المنتج مرخص، وكمان صورة الترخيص كانت قدامكم على الشاشة، وأرقام التليفون قدامكم على الشاشة، كله قدامكم، شفتوا أهي الترخيص قدامكم كمان مرة أهو. دي حاجة. تاني حاجة كلها أعشاب طبيعية، ما فيش أي ضرر. كبسولة بتاخديها بتنفش في المعدة، بتعمل حيز في المعدة، بعد الحيز ده أنت بتاكلي بقى الكمية على قد الحيز الفاضي، بتحس إن معدتك مليانة مليانة قوي، فما بتاكليش بعد كده. فالموضوع حلو جدا وهيساعد معاكم كمان في الاعشاب دي، في حاجات بتساعد على الحرق، فدي حاجه مهمه قوي قوي قوي. النهارده المتابعه مجانا والتوصيل هيبقى مجانا، ده غير الخصم اللي احنا هنحققه لك النهارده. النهارده الكورس ليه مهم؟ لان حاطط لك فيه كل حاجه، كبسولتين لمده 60 يوم واربع حقن حرق، دول كورس لوحدهم، دول اقوياء جدا، لما ينزلوا لي هديه ده حاجه جامده جدا. غير النقط اللي انا دايما بنضف بيها الجسم والكبد الدهني والاعشاب المهمه جدا، الديتوكس لتنظيف الكلى. النهارده انا عامله لك غسيل ووشنج من كل الدهون اللي في الجسم، كبسولات واعشاب ونقط، ومعاهم كمان كبسولات واعشاب ونقط وعليهم اربع حقن حرق. النهارده كورس قوي جدا جدا، وكمان اقتصادي جدا جدا جدا، ومناسب لفورمه الصيف، وكمان اللحمه اللي مليانه الثلاجات، والناس اللي عندها سكر، والناس اللي عندها شرح في السكر. النهارده الكورس بتاعنا المتابعه مجاني، وكمان الفريق كمان الطبي معاك اي وقت في الواتساب. طب يا مها. الو صباح الخير. صباح الفل يا مها. كل سنه وانتم طيبين، عاملين ايه؟ وانت طيبه وبالف خير يا رب. يا رب يا رب علينا كلنا. الله يخليك. انا كنت عايزه اسال الدكتور في حاجه. طبعا يا سامعاك اتفضلي. ماشي. صباح الخير يا دكتور، ازيك؟ ازيك، عامله ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. بصي يا دكتور، انا وزني 120 كيلو وعندي مقاومه انسولين وخشونه وحركتي ضعيفه جدا. تمام. مقاومه انسولين و120 كيلو، طب الطول كام؟ الطول انا مش طويل، يعني 158. طيب ده احنا كده عايزين 30 كيلو 40 كيلو كمان. نفسي بجد، يعني انا كان في واحده صاحبتي جارتي هنا تمام، خدت الكورس من عندكم قبل كده وخست جدا، يعني انا شفتها ما عرفتهاش. طب ايه، خلاص مش ناويه تبتدي بقى، ولا انت بتتاكدي، ولا عايزه تجربي؟ انا لا، انا عايزه ابتدي، بس انا عايزه اشوف هل مناسب لحالتي ولا لا. النهارده مقاومه الانسولين كورساتها موجوده وسهل جدا جدا، وهتبقي كده انت قفلتي باب السكر نهائيا. وعندك 40 كيلو، يعني ممكن نقسمهم على 3 شهور. ايه؟ السكر عندنا وراثه في العيله، وانا قلقانه جدا من الموضوع ده. تمام، ما بقول لك ان احنا ممكن التارجت بتاعنا لو 40 كيلو او 45 كيلو نقسمهم على 3 شهور، 15 15 15. ممكن اطلب العرض النهارده وبطلب عرضين، اخلي اخر كورس الجاي هديه، اخليه تثبيت. طبعا الفريق الطبي هيتابعك وهيقول لك تعملي ايه بالظبط، وتكسبي وتبقي خدتي معايا كمان الخصم بتاع النهارده.
وفي اربع حقن حاد. ممكن الحقن دي لو انا متضايق منها ان انا اخدها عضل او باي طريق ممكن اكسرها واشربها على العصير. ايوه ايوه ما هي الجارت قالت لي نفس الكلام ده، هي عملت وجميله جميله بتخيلي بتاخديها بتنامي تلاقي بطنك اتمسحت تمام وبتعرفي تاكلي انت عايزاه. بالتغيير ده وانا بصراحه نفسي اخس قوي. تمام احنا موجودين معاكي اهو 24 ساعه بس احنا مستنيين القرار بتاعك. يلا اتصلي او خلاص احنا هناخدك نمره في الكنترول وانا هكلمك واتابعك شخصيا. تمام. لا انا حالا يا دكتور هتصل، ده انا كنت يعني نفسي اجيب الرقم وخدته من جارتي ديت وقلت لازم ابتدي بالموضوع ده. تمام يا حبيبتي خلاص انا معاكي. انا حالا دلوقتي هتصل بالفريق الطبي وفي ان شاء الله في الخير. ماشي يا جميله. ماشي فضل. شكرا يا دكتور. شكرا. مقاومه الانسولين بقى. مقاومه الانسولين قولنا بعد مقاومه الانسولين دي. يعني الانسولين مش شايف السكر اللي قدامه، يعني انت طول النهار جعانه وما انتيش واخده بالك انت جعانه ليه، مش عارفه ايه انا الاكل بيروح فين، فرهضه وتلاقي في بقى في بات، يعني الام لازم تكون عارفه ابنها او عارفه نفسها، في بقع باتشات سودا كده بتبقى في الرقبه بتبقى في الكعان. أيوه. وبتروح اول ما بتخس ومهما عملتي حاجات جلديه ورحتي وجبتي كريمات تفتيح ومهما افتكرتيها ايه انضف، واحده بتقول لي انا بقعد اتليف وانضف ويقول لك حط معجون ومش عارف اعمله ايه والكلام ده كله. يا جماعه الكلام ده كله فاضي، هو الكولسه ريحكم من ده كله. انت نورتينا النهارده يا صافي وشكرا ليكي وكلامك الجميل. وطبعا يا جماعه زي ما انا قلت لكم وصافي قالت لكم الكولسه قدامكم، الارقام قدامكم على الشاشه، منتج طبيعي جدا كلها اعشاب طبيعيه ما فيهاش اي ضرر. واللي عنده مقاومه انسولين ضغط قلب سكر ما ينقوش من اي حاجه خالص، هي عندها مفاجات ثانيه بس مخبياها. انتوا اتصلوا الارقام اللي على الشاشه تاخدوا عروض وهدايا كتير قوي قوي قوي. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. شفتوا النهارده بقى عملنا الكرشه ولا انا اول وصفات العيد بقى بعد العيد ان شاء الله، لان بعد العيد ما بيبقاش كحك لا بيبقى وبيفيض وبناكل كمان منه اهو. جربنا الكرشه ثلاث وصفات جربوهم ان شاء الله يعجبوكم. اشوفكم بكره ان شاء الله، اقول لكم السلام عليكم.